انتظرها وإياكم. مباراة كان فيها الكثير من التحفظ، كل مدرب أظن راضي بهذه النتيجة. سنذهب وإياكم إذن إلى ركلات الترجيح، تركيز، ثقة، حظ، أشياء كثيرة مهمة في الدقائق القليلة المتبقية من علامة الجزاء. أول ركلة سينفذها أنتوني غريزمان، يتصدى لها الحارس. الله على هذا التألق، عندما نقول حارس كألف ينجح في صد الركلة. ضربة مذهلة، والآن الدور على ميسي. تصدي غير عادي، حارس كالف، تصدي غير عادي من حارس المرمى. مباراة كبيرة لهذا الحارس. تصدي رائع، حارس في منتهى التركيز ينقذها ببراعة. الكرة في زاوية والحارس في زاوية أخرى، وركلة رائعة. يا سلام على براعة الحارس، تصدي غير عادي للمرة الثانية. راكيتيتش يتقدم لتسديد الركلة الترجيحية، ارتمى الحارس في الاتجاه المعاكس. الله، كرة في منتهى الروعة، خدع الحارس بطريقة بارعة، لعب الكرة في الاتجاه الآخر. الله، ينجح في التسجيل بسهولة كبيرة. أرسل الحارس إلى الاتجاه الآخر، ضربة مذهلة. هدف، ولا تزال أمالهم في المباراة موجودة. التعادل 3-3. بوسكيتس، عيون على حارس المرمى قبل تسديد الركلة. الله، كرة في منتهى الروعة، ضربة بارينكا بأجمل صورة أمامنا في هذا اللقاء. أنهت هذه الركلة المباراة. يا لها من طريقة صعبة جدا في الخسارة، الحظ كان له دور كبير فيها. الحارس حاول أن يفعل شيء لكنه الآن يشعر بخير.